رجاله كتيره جدا بدات تتكلم عن فكره انه القعاد في البيت وصلهم لمرحله انه مراته بتقول لاولادها العبوا ابوكم معاكم يا عيال، من مجرد من قد ايه هو بقى الوضع ملول وخطر، خصوصا في شعب زي حالاتنا دايما عنده كونسبت النزول وان احنا نشم نفس ومن البيت خانقه، ده مفهوم جدا. لكن انا لفت نظري ان في رجاله كتير بداوا يتكلموا عن ان هم لما قاموا طبخوا وساعدوا زوجاتهم بداوا ينتبهوا لحاجه غريبه ما كانوش يعرفوها قبل كده، وهي ان شغل البيت ممل، يعني صعوبته في ملله مش في ارهاقه الجسدي مش في ارهاقه الذهني، ان هو ممل قوي، انه فكره ان انا اغسل الاطباق ايه ده؟ ايه الاواني اللي انا عمال اغسلها الكتير قوي دي؟ ايه الملل ده؟ الحقيقه انه الرجاله ما فهمش الكلام ده، احنا ما فهمش الكلام ده. ما عندناش القدره على ممارسه هذا العمل الممل بالاجر. يعني او ممكن اشتغله في مطعم مثلا وانا مغصوب عليا، وانا اشتغلت المهنه دي قبل كده الحقيقه. اشتغلتها 8 شهور غسيل الاطباق والاكواب 8 شهور، ودي مده كبيره، وكنت بائس جدا ساعتها. فده امر صعب، انا عارف ان هو امر صعب. لكن انا عندي نقطه بقى هتزعل الستات جدا مني، وهو ان يا جماعه لا يحق للمراه ان تشتكي من ان جوزها ما بيساعدهاش ما دامت تربي ابنها على نفس القيم اللي حماتها ربت عليها جوزها. يعني حضرتك مش من حقك ابدا تشتكي من ان جوزك ما بيساعدنيش، ولا ان هو ما بيقدرش الجهد اللي حضرتك بتبذليه، ما دمت حضرتك بتربي ابنك على انك بتعملي له كل حاجه. انا اتربيت على مفهوم قومي حضري لاخوك الاكل، اختي تصحى وانا جاي بالليل وصحيها علشان تعمل لي الاكل، بل ربما عشان تعمل لي كوبايه شاي، وصحي امي علشان لو ما قدرتش حضري الاكل فعلى الاقل تديني خطه اطلع ايه منين واسخن ايه مع ايه واكل ازاي. الحقيقه انه هذه الجريمه التي ترتكبها المراه المصريه في مجتمعنا هي اللي بتشيل نتيجتها في النهايه، ويؤسفنا ان احنا ما بنكونش متفاعلين معاكم قوي لما حضرتك تقولي ان جوزي ما بيقدرش، ان جوزي ما بيساعدش، ان جوزي ما بي مش داعم ليا، بيبص لعملي باستخفاف وما بيقدرش حجم المجهود اللي موجود فيه، لانه يا فندم ما عملوش، لانه طول الوقت وهو بيتعامل من امه مش من ابوه، من امه انه لا ما تنضفش عشان هتبهدل الحته. طب ما يبهدل ويتعلم، ما حضرتك تعلميه ازاي ما يبهدلش، ازاي يغسل وما يبهدلش، ازاي ينظف وما يبهدلش، ازاي لما يشرب فنجان قهوته ولا كوبايه شاي ولا يخلص طبقه يقوم يغسله. يعني ايه المنطق في ان اغسل لك كوبايه الشاي بتاعتك اصلا لابنك، يعني لابن حضرتك، ايه المنطق في ده؟ لا طبعا، المفروض يتربى على انه المسؤوليات المنزليه دي يجب ان هو يقوم بجزء مقبول او معقول منها. ما بقولش ان الراجل هيقف يغسل في المطبخ ويسيب شغله واكله، لا، هي ادوار متقسمه وكل واحد بيأدي دور عظيم الحقيقه علشان الحياه تمشي، واحنا بس لازم نساعد بعض ولازم ناخد بالنا من بعض. المساعده الرمزيه اللي الراجل بيقوم بيها زي ان هو يغسل الكوب بتاعه ولا فنجان قهوته مثلا بعد ما يخلص شرب، ده ليه عمق اصلا نفسي عند الست. يعني ده بيديها ايحاء لان هو مش بيتعامل معاها على ان هي شغاله مثلا، وبالمناسبه الحاجات دي حقيقيه مش فيمينيست، مش جديده، لا، احترام للست. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت مراته بتتكلم عنه، ستنا عائشه كانت تقول لك كان في مهنه اهلي، بيخيط التوب بتاعه ويصلح الحذاء بتاعه لو في مشكله ويقعد، يعني هو لو موجود في ايامنا دي لا كنت هتلاقي راجل بيجهز السفره وبيشيل مع مراته، بالرغم ان هو كان مشغول بالمناسبه، ما كانش دماغه فاضيه، يعني كان عنده مهام ومسؤوليات وضغوط اظن ان هي اكبر من اي حد. فاللي انا عايز اقوله
لكل زوج دوق بقى يا نجم، دي اول حاجه، دوق واشرب وشوف. انت عارف اجازه كريستي بتقول ايه؟ اجازه كريستي بتقول انا كل الحبكات البوليسيه بتاعتي اللي الناس بتثني عليها في الروايات بتاعتي جات لي وانا بغسل المواعين. لان هذا العمل باعث على التفكير في جريمه قتل من كتر ما هو ملول وسخيف. وعايز اقول لحضرتك يا سيدتي العزيزه، اتمنى ان حضرتك تبداي تنبهي ولادك وتعلميهم، علشان البنت الناس اللي هم هيجيبوها من بيت اهلها ويتجوزوها تدعي لك بعد كده وتقول ربنا يكرمك يا حماتي او يرحمك يا حماتي، لانك ربيت راجل بجد قادر ان هو يحترمني، ومن جملة احترامه ليا لان هو او ان هو بيساعدني وان هو بياخد باله مني وان هو ما بيتعاملش معايا ان انا خدامة. الحقيقة ان دي من خواطر الكورونا، أأمل إن احنا نبص لها بجدية ونتعامل معاها بأهمية، فلربما انصلح الحال في المستقبل إن ما كناش قادرين إن احنا نصلحه في الحاضر. السلام عليكم.